لو الحكاية فيها إن فيتو قائل لا زعيم لا أبدا لا العيكة في مجلة يعني كيوكوش سفر دي ودي سفر ويلي أنا يعني ما هيك الواقف معك خرج اي غير التمكين في ثلاثة في ثلاثة خرج اي يبقى كيف على الأقل سبع اي جيجي وجيجي وخوك خوك اي سبعي اي يوريك ترد اي لك منهم فيهم لعيب رائع دقيقة دي اسمها اللي انا سافر وعيك يوم إيران وكورا يعلان جنة وكورا إيقاري واقو وكورا قبولي إيقاري واقو وكورا إيقاري كاي اي واقو وكورا مصر بطولة وعيد قول مصر بطولة وعيد قول على الكابتن حسين وشكرك بأمانة انت تعب اوي ولو أنك إليك كنت كامل وأنك أي ظروف عليك أنسان كلنا بك أكيد أمامك بك أكيد أمامك قولي أي تمن أرقك عليك كوري بالذات عشان موقف معين حصلني السالفة في ماتش ليفكو بعد ما وقف أي أجب رفع بص ليا أنا بنت وإتنين صحابي وفي جواك قلبي إزاي الأهلي هيكسب وهو فريق كله ممكن واعي أبيهم تقول ايه الجمهور الاهلي يا اسلام اللي هو يعني كان بيتفرج على الماتش دلوقتي سيء واعي ارايك واقول يا غريك خلق الاركب كفايه لنزل شب وينك زينه
صعب جدا وفكري وقلبك تتشغل بجد يعني الموقف ده أكثر من أي كرة كسبت هي دي الكرة اللي أنا كنت عليها من كرمي دي حتة حزينة عن الكرة وأوقف الكرة وأنت رأيك الكرة شكرا أوي أنا كنت أجيب كرة بالذات حتى الموقف بس الحمد لله قد الله كفاية وكفاية حب الأهلي وكفاية الناس كلها اللي فاهمة كفاية حب الناس اللي فاهمة ومقدة أما الناس اللي عقلها تعبان عادي ربنا يعفي عنهم وعليكم حاجة كمان اللعيبة مؤثرين خالص بالعكس اللعبة فنجانة والله العظيم فنجانة وانا والله هرؤوهم المنكر هستغلوا كأنهم خرجوا الرجولة وجاي يأجل وعده ويقول يتكلم لوعده ويقول الناس العليا ده ويقول مش عايز حد يبقى يعجب الفريق دي زي ما قلت كلام فهي دي كان كفاية حب الفيلم ربنا يكون بيض مستدام.